الفأر في الشريعة الإسلامية، إيش نظرة الشريعة للفيران؟ سؤال. مو سموها سمت الشريعة سمت الفأر فويسقة، نعم وأنه يقتل في الحل والحرم، وأنها تضرم على أهل البيت النار، وأن الشيطان هي يسير هذه الفأرة، يعني هذه من جنود إبليس يسيرها إبليس، وأن إذا وقعت في إناء فيه ألقوها وما حولها إذا كان جامدا، وإذا كان مائعا يعني يرمى كله، لأنها ناجسة الفأرة. يعني الفأر في الشريعة الإسلامية شيء ممقوت، يعني مفسد، يعني كائن مفسد. إيش رأيك الآن بالفأر عند الأطفال؟ يعني بعد توم وجيري، إيش نظرة الأطفال للفيران؟ يعني حتى الأشياء اللي طبعا أو شرعا أو فطرة أو عقلا، يعني كائنات يعني ممقوتة، صارت عند الأطفال حاجة عظيمة ومحبوبة. ومحبوبة الفيران ترى. يعني ميكي ماوس هذا شخصية عظيمة، يعني مع أنه ميكي ماوس هذا يعني يقتل، يعني أصلا يعني على يعني شرعا يقتل في الحل والحرم، يعني